كما أكد الرئيس السيسي أن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ كوب 27 ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الآثار السلبية لتغير المناخ على كوكبنا أصبحت أمرا واقعا يعرقل الخطط التنموية ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها. أما فيما يتعلق بتغير المناخ فإن آثاره السلبية على كوكبنا أصبحت أمرا واقعا نشعر به في كافة دولنا. يعرقل خططنا التنموية ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها، ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي. إن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ كوب 27 ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، خاصة ما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات وبدعم وتعزيز جهود الدول النامية والأقل نمواً في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار بما يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس. وفي هذا الصدد فإنني أتطلع لاستقبالكم جميعا في قمة القادة في نوفمبر 2022 لنعيد التأكيد على تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على الدفع قدما بعمل المناخ العالمي بكافة جوانبه.